كبير الدولة، والمقابلة دي وصلت في مدة عن ساعتين، وفي وقت أن المقابلة كان كلموا بالعلاقات عن التعاون المشتركة الترب والتشاد وليبيا. بعد ما مرق من المقابلة الوزير الأول الليبي علي زيدان قال: أنا جيت لأشن أكد علاقتنا مع تشاد دولة جارة وقد بربطنا معها التاريخ والحالة الجغرافية. جئنا لنؤكد عمق العلاقة ومتانة العلاقة ورصانة العلاقة بين ليبيا وتشاد، تشاد الجارة، تشاد القريبة إلى أنفسنا، وعلى التعاون الحقيقي وعلى البعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. نحن يهمنا أن تكون تشاد مستقرة وتكون آمنة وتكون متطورة وتكون سائرة في طريق التنمية. تشاد التي عاش فيها أجيال من الليبيين ووجدوا كل الاحترام وكل التقدير. أكدنا للسيد الرئيس وأؤكد هنا إن علاقتنا بإفريقيا ودورنا في إفريقيا سيستمر. على حسب البرنامج أن كبير الحكومة الليبي في تشاد بيسوي كثير من المقابلات مع مختلف الشخصيات. وصل اليوم بعد الظهر كبير الحكومة هنا ليبيا علي زيدان الجاي في زيارة خدمية ورفق لبلدنا تشاد، وكان لقى في مطار هنا حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء كبير الحكومة إيمانويل نادينغار وأعضاء الحكومة والمستشارين والسلك الدبلوماسي هنا ليبيا هنا في بلدنا تشاد. جلال حسين يحيى ومزيد من التفاصيل. الطائرة دي وصلت في المطار الدولي حسن جاموس حوالي الساعة 1 الظهر، جابت الوزير الأول حنا ليبيا علي زيدان، لقى كمان كبير الحكومة إيمانويل نادينغار، ومعايا كمان بعض من الأعضاء حنا الحكومة والناس حنا السفارة الليبية وحتى كمان الليبيين القاعدين في تشاد. بعد الملاقاة الحرة الوزير الأول حنا ليبيا علي زيدان مع زميلة حنا تشاد إيمانويل نادينغار دخلوا في الصالون دونر وحجوا في العلاقة المهمة حنت القوة عن بين تريبولي وعن جمينة البتقص الأمن والصحة والتعليم الآلي والبنى. البرامج حنا الزيارة للوزير الأول حنا ليبيا علي زيدان في تشاد بسمة لقدمة مهمة حنت العلاقة وتكمل بمؤتمر صحفي. رئيس الوزراء كبير الحكومة إيمانويل نادينغار اليوم بفجر لما مع ممثلين هنا النقابات هنا تشاد الكبار، والهدف من سوين هنا الملمة دي بدور آخر كلا بهجوا عشان ما بلغوا هل الأزمة الاجتماعية الغارب تواصل، وكمان جابت الإضراب الكان نادلية اتهاد هنا نقابات تشاد. المقابلة بقات في رأسة الوزراء بحضور هنا واحد من أعضاء الحكومة وكمان الممثلين هنا كثير من النقابات. مزيد من التفاصيل في الورقة الزميل جبرين هسيم مرسال. الأشم أن لقين أن الهلول لوقفين أن الإضراب قائد بنشف. بعد اليوم أن المدينة الميتة الكن نظمتها اتياد نقابات تشاد إي إس تي ومناصرين حقا وحدة ملمة كان بقت بين المسائل أن النقابات الكبار وكبير الدولة إدريس ديبي إتنو، ووحدة ملمة أخرى كلها بقت في مكتب أن الوزير الأول وبهدور أن الوزير الأول إيمانويل نادينغار. لكن خلاص في ليلة أن الملمة دي كبير الدولة إدريس ديبي إتنو ألقت بهم في الختمة الأديلة إنت الدولة دور من النقابة الكبيرة والحكومة خلي يبدو من جديد المفاوضات بلا أي شروط ودل المصلحة عن الأمة التشادية. عشان دبس المقابلة كان بقت اليوم بين الوزير الأول إيمانويل نادينغار والمسائل أن 5 نقابات الكبار وبهدور أن الرئيس أن اللجنة الوطنية إنت المفاوضة الاجتماعية البسمو سندس وبقت من المنسترات. بعد ما مرقوا من المقابلة الفرحة انشافت في وجوه أن المسائل أن النقابات في دا المفاوضات واجب تبدأ من جديد. حتى ولو كان أجا فرانسوا جوندان من اتياد نقابات تشاد إي إس تي ما بدور المفاوضات تبدأ من جديد كلها وبدئين من جديد. أن المفاوضات الفكرة دي جات من كبير الدولة إدريس ديبي إتنو وإترف فوق الوحدين والآخرين. الهدف من لقاء رئيس الوزراء إعطاء بعض التوجيهات للجنة الوطنية للحوار الوطني والنقابات، لأن الحوار يتم داخل اللجنة الوطنية للحوار الوطني. كذلك هذه هي كبداية
لفتح الحوار مع الحكومة والنقابة. وكما أشار رئيس الوزراء بأنه لديه كل الاستعداد من أجل نجاح هذا الحوار. عشان ده بس المسؤول أن الكونفدرالية الحرة للخدامين أنشات اللي بيسموها CLTT براين بنسيت قال هم جاهزين ومستعدين للمفاوضات من جديد. هل تبقى المفاوضة المباشرة بين الحكومة والنقابة الكبيرة ولا المفاوضة دي تبقى بواسطة عن اللجنة الوطنية انت المفاوضة الاجتماعية اللي بيسموها CNDS؟ من المفروض المفاوضة دي تبقى مباشرة، لكن CNDS عندها ناس عندهم خبرات وعندهم الكفاءة في حلين عن المشاكل. CNDS يعني هي منظمة تجمع كل النقابات وتجمع الباترونات يعني الرأسماليين وتجمع الحكومة، يعني هي المنظمة هي بس تقدر تجيب الناس كلها في حال وسط عشان كله يلقى الحلول للمشاكل يعني الإجراءات السعادية. البداية عن المفاوضة نعم، لكن حلين أن المشكلة انت الإضراب الطول الشيداء قد بهم بزيادة كل التشادين. بقرار من رئيس الوزراء كبير الحكومة بتعديل عن اللجنة المكلفة بتنظيم عيد الأول من ديسمبر في بلتين العاصمة هنا إقليم وادي فيرة. الرئيس محمد علي عبد الله نصر، النائب الأولاني هنا الرئيس أحمد حسب الله سبيان، النائب الثاني هنا الرئيس محمد إسماعيل شايبو، النائب الثالث هنا الرئيس محمد قرفة صرف، النائب الرابع هنا الرئيس محمد ديليو تيجن، النائب الخامس هنا الرئيس بشارة داود حامد، النائب السادس هنا الرئيس عمر آدم عبد الله. وزير هنا الإعلام قشم الكلام هنا الحكومة حسن سيلا بكري كان سلم اليوم شيكات للممثلين هنا المؤسسات الإعلامية. يدور في المناسبة دي عدد كبير من الصحفيين القادين بخدموا في وسائل هنا الإعلام العامة والخاصة وكمان المسائل الكبار في الوزارة. مزيد من التفاصيل في تقرير هنا الزميل جبرين هسيم مرسال. Monsieur le Président, au nom du Président de la République du Tchad, j'ai l'honneur de vous remettre مالي أول مرة بدا كورتينيني مما أنتو الشيك هنا قروس للرئيس هنا اتحاد هنا الصحفيين الرئيس هنا اتحاد هنا الصحفيين محمد موسى أبا مشهيب لقى شيك هنا قروش قيمتها تساوي 40.5 مليون هنا فرنك سيفا. وعن تليا كمان الوزير هنا الإعلام حسن سيلا بن بكري. والشيك عن القروش ده من كبير الدولة البريزيدان إدريس ديبي إتنو الكان قيمتها تساوي 90 مليون أنا فرانكا سيفا. وبتنقلوا نفس الشيك ده أنتو للجورناليستي البكتبو في الجورنال. وبنفس الفرصة السعيدة الوزير حن الإعلام حسن سيلا بن بكري قال بكونه المساعدة دي جات في وقت المناسب لهدف حن القدمة للصحافيين الكان تلعب دور مهم في جانب حن الصحافة. قال الرئيس هنا اتحاد هنا الصحفيين محمد موسى عبا مشيب هو كمان أكد بالمساعدة حنت القروش الكان لقوا ده عشان يسووا فوق الأهمية حنت القدمة حنت الصحفيين. القروش دي هنا عندنا فوق عمل العمل شنو يعني تدريب الصحفيين كل الصحفيين وبس ما الصحفيين ويتهم حتى الفنيين القروش والقروشات وإن شاء الله نبدأ بالتدريبات لأن دائرين الصحافة تتطور في تشاد حسنا متطورة لكن دائرة تتطور بزيادة. المساعدة للدفعة الثانية ده لأهمية حتى الإعلام الكان قايد بفكر فوقها كبير الدولة البريزيدان إدريس ديبي إتنو عشان يكون القدمة السمحة حتى الجورناليستي في بكان عن الإعلام. شكرا للزميل جلال حسين يحيى. ودائما بالمناسبة دي وزيرنا الإعلام قشم الكلام هنا الحكومة حسن سيلا بكري الزميل رماد جبرين انجيني مد لي الميكروفون حجة وقال أكثر من المال ده يمشي لتجمع هنا الصحفة الانيو دي جوناليست جاهدين مالا نقولوا هم يكان كتبوا للرئيس الجمهورية أدو برنامج وسبو بلان داكسيون وهو ورانا علينا خلينا نشيلوا البلان داكسيون في البيدجي
وفيها تجمع وبعدين نسيناهم في وقت الفات ده، منهم العدومات، منهم الأورغانيزاسيون الأسوسيون سبورتيف جورناليست سبورتيف وعزمة مع ذلك النسيناهم ده كلها جينا ساقدوهم. وفيها شباب بحبوا الأمل حن الصحافة بس ما عندهم إمكانيات، يعني بيدبروا وبصلوا جريدة واحد واثنين وبقفوا لكن ماشيين وجايين ده. هينا نقولوا من مسؤولينا واجب ننزل الشباب ده قدام عشان يحبوا الأمل ده وندوم مبلغ في داخل. ولكن الحكومة أنا تشاد الصهوف حقنا ده أنا نهبهم ودارين نخط الأمل حقنا ده في التدريب الصحفي واجب يلقى إمكانيات عشان يسامي له يعمل أمله. أمله هو النقط، أمله هو الصحي، أمله هو زي الشوافة للحاكم عشان بيشوف ماشي وين وجاي وين. ونشكر أخواننا المشو في رواندا المصر والتشاد الناس على الفريمات ولقوا الكاس الكبير جاولنا، بيقولوا العالم كله تلوم هنا في تشاد، أفريقيا كله تلوم في تشاد في 2014 ونلومه يوم 28 ده في حفلة حنت الحية الوطنية للإزاء والتلفزة عشان هم كلها نشكر ناس الخدمة. وزيران الإعلام قشم الكلام عن الحكومة حسن سيلا بكري بعد ما أنطى الشيكات للجورناليستي. فتح اليوم النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية مامادو كورتو على نشاطات هنت الورشة على هدفها قوين الكفاءات هنت الخدامين في الجمعية الوطنية فيما يخص الموافقة هنت الميزانية العامة المناسبات في مركز سنة الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفوت. مزيد من التفاصيل في الورقة هنت الزميل جلال حسين يحيى. البرامج عن الأمم المتحدة للتنمية في البلد بينيت سووا ورشة عشان يكونوا القبرة حنت الديبيتي عن الجمعية الوطنية والهدف كمان للميزانية العامة للدولة وترقية الحكم الديمقراطي والإدارة الرشيدة في البلد. وبالمناسبة دي الممثل لبرامج عن الأمم المتحدة للتنمية في البلد بينيت تكلم في كل الأهمية حنت القانون المالي البقوس الميزانية حنت السنة الديبيتي حجوا في الضرورة حنت القدمة في القانون المالي الكان قادين بقدموه للجمعية الوطنية دا لازم يفكروا فوقه. المواضيع الكان حجوا فوقه في وقت حن الورشة دا تقدر تخليهم يسووا برامج مهمة حنت القدمة على أديلة ويدرسوا مختلف المشاريع اللي بتساعد في القانون حن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ونقصان حن الفقر في البلد. النائب الثاني عن الرئيس عن الجمعية الوطنية أكد في الورشة الكان نظمتها الجمعية الوطنية ما جمعية حنت الديبيتي الفرنكفونين دا عكيد بيساعد في الميزانية العامة عن السنة 2010 وثلاثة. بنفس الفرصة أكد بالورشة احتق فرصة عن المفاهمة والإرفاء للقانون المالي وطلب من الديبيتي المشاركين في الورشة قلي يسووا الأهمية هنت القدمة في القبرة الكان لقوا في وقت حن الورشة عشان يساعدوا القدمة حنت المشاريع المالية حنت الجمعية الوطنية. ونذكر الفرصة حنت الورشة دي عندها أهميات للديبيتي وتساعدهم في ميزانية المالية ونفس الورشة دي يسووا في ميروبي ويشارك فوقها كمان 70 ديبيتي مشارك. بقى اليوم فجر في لبتان هنا الصداقة التشادية الصينية الرفقة بين تشاد والصين هفلين أمطين هنا مائدات ودواء خاص بإلاج هنا مقبية أي الملاريا المساعدات دي جاي من الحكومة هنت الصين. رأس المناسبة وزير الصحة العامة الدكتور محمود ناور نقورة وعدد كبير من المسائل القادين بخدمه. مزيد من التفاصيل في تقريرنا الزميل جلال حسين يحيى. السمح عن العلاقة عن بين تشاد وشين قاعد بوصف الأهمية حنت الحالة الصحية. الحكومة حنشين أنت المساعدة عن الدواء لمحاربة عن المرض عن البالي. الأمبسادير حنا شين في الإحسانية حنت التعاون المشترك عن بين البلدان الاثنين تشاد وشين. دا قاعد بوصف الأهمية في الصحة العامة عشان دا أنت مساعدة عن الدواء لمحاربة عن المرض عن البالي.
الوزير حنصحها العامة الدكتور محمود نور، وكمان وصف فرحته بالمساعدة الكريمة من دولة حنشين، وده بدخل في السياسة حنت الحكومة القادة تحارب المرض حن البالي. اليوم قلنا من عشان جاي سعيدنا في سحنا على بلدنا لمن فوق كتال تشين ده عشان كمان اليوم ده وبتفوق على البالي جسم ده من مرض الجاية كتير وشفتوا باين بلد يالات دول دونك اصلا ما سازونا بجريب 123 مليون ونص سي فا عشان جا جو دواء وماشين ليه عشان اول لما فاليجيسم ده لي داوينا ده تاكي كل ده كتير من بنو سنتر ناسيونال عندك ده سبيشاليتي بقى انا فاليجيسم في اوبيتال هنا ده عشان زياده دكاترة هنا دول ما انا اوبيتال هنا انا وكتال آخرين كان مش كان وكتال مرة مفاقة وكتال وكان أنا بلد أنا كان آخر كله هما يجي يزوري يرفي أنام وخدمتهم في باليزين. نفس الأهمية حين المساعدة حن الدواء ده يودوها في اللبتانات والمراكز الصحية وفي العاصمة وحتى كمان في الأقاليم حن البلاد. بره من العاصمة انجمينا بقت مناسبة هن أيدين هنا الهول هنا يوم واحد ديسمبر يوم من الحرية والديمقراطية في اللي بقت مناسبة كبيرة في مدينة مونغو العاصمة إقليم جيرا. رأس المناسبة الحاكم حنا الإقليم. مزيد من التفاصيل في تقريرنا الزميل عبد الهادي محمد صالح باوا يارو. مدينة أمونغو حضرة إقليم حنا أجيرا هم كذلك مشر اللا أخليم اللا آخرين أيدوا الإيد اللا حرية واللا الديمقراطية واللا المناسبة دي كمان حضرة أفوغا اللا أغوفرنير حنا ريجي حنا مونغو كالزيبي إباهيمي ديبي اللا مسائل الإداريين الأسكريين واللا التقليديين اللا حفلة كان أبدت بقتين حنا اللا أفلير في اللا خبر حنا جند اللا مجهول بعد ده اللا غوفرنر حنا ريجو حنا مونغو كالزيبي إباهيمي ديبي أدى كل الإنجازات الكنا أسواها رئيس اللا الجمهورية إدريس أديبي إتنو الهو بس أجاب الحرية ولا الديمقراطية وقال الذكرى 22 عن الحركة الوطنية للإنقاذ MPS ده يجب عشان أي واحد بخطة في عجلة وكان وقت جاء كمان بفكر أفوغا ونذكر الحفلة كمان بقت أفوغا جرسيس عسكري ومدني وحتى الإيال الإيكول هم كذلك أجرسسوا. سيداتي يا نساتي سادتي بالخبر هنا يوم 1 ديسمبر العيد في مدينة مونغو دو كملت نشرة الأخبار الدارجية ونذكركم الاحتفال الكبير بيكون يوم 22 في مدينة بلتن العاصمة إن إقليم وادي فيرا. شكرا لحسن المشاهدة.